السلام عليكم. اليوم نشوفوا محطة نتاع مترو تاع الدار البيضاء اللي موجودة في داخل لونسانت تاع المطار هواري بومدين، واللي ندخلوا الداخل نشوفوا الأشغال وين وصلت. وهذه الصور تعود إلى قرابة 3 أشهر، وللعلم أنه الماكينة الكبيرة هذيك الحفارة البورينج ماشين راهي نحيناها، انتهت الاشغال نتاع لي غادري هنا في الجهه تاع المطار، وتركبت الان في محطه نتاع مترو تاع واد سمار، ويعاد تغيير اتجاه تاعها بنحو باتجاه المحطه تاع الحراش لاستكمال لا غادري التونيل ولا لا غادري اللي موجوده ما بين محطه مترو واد سمار ومحطة المركزية تاع الحراش، يعني الحراش سنتر. إذن الماشينة راهي تعمل باتجاه الحراش، وهذه هي يعني مستوى الأشغال على مستوى محطة مترو يعني تاع الدار البيضاء تاع مطار هواري بومدين. ويعني الآن ندخل في المرحلة تاع وضع يعني لي روفيتمون تاع المحطه ولي زيكيبمون كامل، لان يعني على حسب ما نشوف يعني لا بارتي جيني سيفيل الاشغال نتاع الخرسانه انتهت، و المزيد من الاشغال المحطات الاخرى باتجاه باب الواد ويعني وشيفالي وكذا، فيه مشاريع اخرى يعني باتجاه بزريعه. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.